بحضور وكلاء وممثلي وزارة التعليم بدول الخليج العربية، احتفل بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتميز المدرسي، والتي يتم منحها للمدارس التي قدمت أداء أكاديميا وإداريا متميزا. هذه الجائزة بنسختها الثانية تأتي في إطار الحرص على تحفيز الأداء التعليمي على مستوى دول الخليج العربي بما ينعكس إيجابا على المخرجات التعليمية. نماذج من المدارس المتميزة يفتخر بها الميدان التربوي تنافست على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتميز المدرسي، وأظهرت أداء أكاديميا وفنيا وإداريا عالي المستوى. نحتفي بالمدارس المتميزة في دول الخليج وعلى أرض الكويت، أرض الخير، أيضا النماء، أرض الثقافة. وبكل تأكيد أنه احتفاليتنا اليوم بجائزة التميز في نسختها الثانية هي تقدير وعرفان وشكر وحقيقة احتفاء بالمدارس المتميزة التي بالفعل أظهرت التميز سواء على المستوى الإداري، على المستوى التعليمي، على المستوى المهني كاملا. تسلط الضوء على أهم الإدارات المدرسية التي تميزت حقيقة في إداراتها لهذه المدارس وفق معايير محددة لهذه الجائزة، وهذا انعكاس واضح لحقيقة يعني هذا العمل الجبار لمكتب التربية العربية الذي أضفى بظلاله على هذه المدارس وتحققت هذه النجاحات والإنجازات. ما في شك بأن الكويت تعتبر دولة رائدة في احتضان واحتواء مثل هذه الجوائز المتميزة، واليوم نشاهد على منصات التتويج يعني هذه المدارس التي تميزت بإداراتها. الجائزة تهدف إلى دعم وتشجيع التميز المدرسي لدى مدارس الدول الأعضاء وتعزيز الممارسات التعليمية والإدارية المتميزة التي تسهم بالارتقاء في جودة التعليم. لا شك أن مثل هذه الجوائز إضافة كبيرة للمتميز سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى العمل أو مستوى فريق العمل أيضا في المدرسة، تنعكس إيجابيا على مستوى فريق العمل بشكل كبير. يعني عملنا بكل طاقتنا وقدمنا المشاريع اللي مطلوبة، كانت فعلا يعني المعايير اللي طالبينها في الجائزة هي نفسها المعايير اللي إحنا قاعدين نسعى لجودتها في مدارسنا. جائزة مكتب التربية العربي للتميز المدرسي تأتي في إطار الحرص على تحفيز الأداء التعليمي على مستوى دول الخليج العربي بما ينعكس إيجابا على مخرجات التعليم. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.